السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله بياكم وغفر لنا وإياكم. أول معانا أو أول ما هيجي معانا إن شاء الله حوار مع أحد منصري النصارى ومذيع قنوات تنصيرية كقناة الآرامية وغيرها، وبيعمل بثات يهاجم الإسلام، وهو ولد كان شيعي وتنصر قبل أن يعبد إله. هنسمع مع بعض الصفات اللي قبلها ونعلق على الحوار، يلا بينا. في يوم الخمسين قال أمر الربي صلى الله عليه وسلم: حينما يحل الروح القدس عليكم تكونون لي شهودا في أورشليم وفي السامرة وإلى أقاصي الأرض. إذا حينما يحل الروح القدس عليهم ابتعد عنهم الشيطان وكانوا لا يخطئون كما في أعمال الرسل. أعظم رسل المسيحية الآن شيطان يا جماعة، باعتراف مين؟ لا، ليس شيطان، إنما من يعارض مشيئة الله. ما هو يبقى شيطان ولا لا؟ يبقى بطرس عندكم الرسول شيطان ولا لا؟ عارض كل المشيئة. من يخالف، حلو، من يعني بطرس عندكم شيطان ولا لا؟ عارض، لأنه جهل، لأنه جهل خلاص الله في البدء. أول ما فيها، عارفين مين اللي بيقول عليه جهل ده يا إخوة؟ أعظم رسل المسيحية قط اسمه بطرس، صخرة الكنيسة. أول نقطة يا جماعة، والله وبالله وتالله، الواد اللي بيكلمني ده أولاً ده مرتد، يعني أصلاً كان شيعي وأصبح الآن مسيحي، ده أول حاجة. تاني حاجة، أقسم لكم بالله العظيم، الواد ده مذيع قنوات تنصيرية فضائية كقناة الآرامية وغيرها، بيطلع على القنوات قال يعني هينصر المسلمين. عليكم السلام جميعا. النقطة الثالثة، هذا الولد بيعمل بثات على الفيسبوك لمهاجمة الإسلام ولدعوة المسلمين للمسيحية. أول ما قال رسول أعظم رسل المسيحية بطرس، إيه؟ جاهل، باعترافه هو. أعطي للتلاميذ في يوم الخمسين، قالهم الربي صلى الله عليه وسلم: حينما يحل الروح القدس عليكم تكونون لي شهودا في أورشليم وفي السامرة وإلى أقاصي الأرض. إذا حينما يحل الروح القدس عليهم ابتعد عنهم الشيطان وكانوا لا يخطئون كما في أعمال الرسل. يبقى أعظم رسل المسيحية الآن شيطان يا جماعة، باعتراف مين؟ لا، ليس شيطان، أمال إيه؟ من يعارض مشيئة الله. ما هو يبقى شيطان ولا لأ؟ يبقى بطرس عندكم الرسول شيطان ولا لأ؟ عارض المشيئة. حلو، يعني بطرس عندكم شيطان ولا لأ؟ عارضها، لأنه جهل، لأنه جهل. سمعتم بطرس الرسول عندهم إيه؟ جهل، جهل، جهل. خلاص الله في البدء. يعني الرسول بطرس عندكم كان جاهل بخلاص الله، كان شيطان ولا لأ؟ قبل أن يحل الروح القدس عليه. قبل أن أيوه، يحل يعني كان شيطان ولا لأ؟ ولكن لما حل الروح القدس على التلاميذ أصبحوا لا يخطئون. أيوة، بس هو بقى شيطان ولا لا؟ شوف، أنا ليس شيطان يا ولد الحلال. اسمع، أنت ليه ما بتردش على السؤال؟ لما يعارض مشيئة الله هو شيطان. أنا إيه سؤالي؟ قول لي كده للناس، أنا إيه سؤالي؟ أنا سؤالي إيه؟ بطرس لم يكن يعلم بخطة الله للخلاص، لذلك أنا سؤالي إيه؟ تصرف عارض مشيئة الله. خد ايه بالكم، سؤالي؟ قرب يا جد، شوفوا يا جماعه هو بيعمل ايه، جميع البشر عمال بيلغوش يا جماعه، اقسم لكم بالله دول المنصرين، دول اللي بيستضيفوهم على القنوات الفضائيه المسيحيه عشان قال يدعو بكلمه الرب. اللي مش مصدقني يكتب على اليوتيوب او جوجل حسين العراقي قناه الاراميه وغيرها، كتير بيستضيفوه عشان يعلم الناس قال المسيحيه، وقال على ايه؟ عشان يدعو المسلمين للتنصير. دي النقطة الأولى. النقطة الثانية، كل الناس اللي على الفيسبوك حضرت البثات عارفة ان الواد ده قليل الأدب على الإسلام قوي، وهم أجهل الناس بمعتقدهم، هم دول المنصرين يا خيبة الخيبة. هذا ما عندهم. الواد عمال بيلف ويدور زي الزئبق، مش عايز يرد على السؤال، مش عايز، بيصيح عليا. حتى المؤمنين يوبخهم الرب. أنا إيه سؤالي؟ قول لي كده للناس، أنا إيه سؤالي؟ أنا سؤالي إيه؟ بطرس لم يكن يعلم بخطة الله للخلاص، مش سؤالي، أنا سؤالي إيه؟ تصرف عارض مشيئة الله. إيه سؤالي؟ فالرب مش عايز يقول، والرب يوبخ جميع البشر، حتى المؤمنين يوبخهم الرب ويوبخهم.
السؤال كيف؟ ايه السؤال؟ انا سؤالي ايه؟ قول لي الناس ليس شيطان. هو انا سالت قلت ليس شيطان؟ انا سؤالي كده كنت بقول ليس شيطان، انا ما قلتش كده. انا ايه سؤالي؟ قول للناس ايه سؤالي؟ اتفضل. الواد معلق ومش سامع. للناس انت عشان كده ليه؟ قول للناس ايه سؤالي؟ معلق ومش سامع السؤال. سؤالك انك تقول بطرس اعظم رسول بالمسيحيه شيطان، ولماذا قال عنه الرب يسوع المسيح شيطان؟ لماذا؟ لانه قال انك بطرس اعظم رسل المسيحيه شيطان، قيل عنه شيطان. هو ده السؤال اللي برد عليه. رد بقى. نعم. الرد هو ان لان لماذا بولس قال له؟ لانه يهتم بما لا ليس بمال الله بل بمال الناس. لماذا الله خالف الشيطان والذي خالف شيطان ام لا؟ ليس شيطان انما عارض مشيئه الله فاخطا، فالرب وبخ على هذا القول ووصفه بالشيطان لانه خالف مشيئه شيطان. ولكن عندما حل الروح القدس على التلاميذ سواء ذهب عنه الخطا. بطرس ليس شيطان. اسمع بس، اسمع اسمع اسمع، بطرس ليس شيطان، بس كل من يعارض مشيئة الرب يكون شيطان. طب هل بطرس عارض مشيئة الرب هنا أم لا؟ الذي يعارض مشيئة الرب يوبخه الرب على حسب احتياجه للتوبيخ لكي كان شيطان. الرب يسوع المسيح وبخ. أيوة وبطرس بطرس كل من يخالف مشيئة الله يوبخ حسب توبيخ الله له لكي يفهم، ووبخه الله ووصفه بالشيطان لكي يعلم ماذا يفعل. بس بس يبقى وصفه بالشيطان. ففهم بطرس الحقيقة. اسمع، بطرس عندكم قيل عنه شيطان. النقطة الثانية قبل ما اخرج، الله بطرس قيل عنه شيطان وقال له الرب عندكم اذهب عني يا شيطان. رسولكم بطرس قيل عنه اذهب عني يا شيطان في الوقت اللي قال للشيطان فيه اذهب عني يا شيطان. نفس يعني نفس ما قال ربكم لبطرس اذهب عني يا شيطان، نفس ما قال ربكم للشيطان اذهب عن مشيئة الله. لأن أفكار البشر الذين يعارضون مشيئة الله هي أفكار شيطانية، فالرب يوبخها لكي تذهب عنهم هذه الأفكار ويفهموا الحقيقة. شفت على هذه الحقيقة أخي العزيز، لكي يوبخ حتى يفهم هذا الإنسان الحقيقة وفهم بطرس الرسول القديس. تفضل يا فندم. وحل عليه بطرس الكتاب. بص اسمع اسمع يا مسيحي، في إنجيل متى صح 4 عدد 10، حينئذ قال له يسوع اذهب يا شيطان مكتوب للرب إلهك تسجد. نفس الكلمة قالها لمين؟ قالها لبطرس. فالتفت وقال لبطرس اذهب عني يا شيطان. يعني عندكم بطرس أعظم رسل المسيحية هو على فكرة شيطان. انتوا عارفين انا المفروض هو بيتكلم وانا بتكلم، المفروض انا اسكت عشان يتكلم. لو انا سكت انتوا مش هتعرفوا هو بيقول ايه اصلا، منين فين ازاي ليه، ومش هيتكلم في الموضوع بتاعنا اصلا. فلذلك انا بريح دماغي بقى، انا المهم عندي المستمع، فادي له الجمله او ادي المستمع المعلومات، وان شاء الله عن التاني ما فهم، لانه كده كده مش عايز يفهم، عايز يتكلم وخلاص، وهو نفسه مش مقتنع باللي بيقوله. انتوا واخدين بالكم؟ افكار الشيطان تتبعون روح الشيطان. هي أفكار البشر التي تعارض مشيئة الله هي أفكار شيطانية، لذلك الله يوبخها لكي تذهب من عقول الناس ولكي يعودوا إلى صوابهم ورشدهم. كذلك الرب وبخ بطرس الرسول، لأن الكتاب ماذا يقول؟ كل الكتاب مقابل الله وقابل للتبويخ وللتعليم الذي يكون إنسان الله قابل للتبويخ. النص يا جماعة قابل للتوبيخ، للتوبيخ قالها إيه؟ أيوه يا بايخ حسيخ تبويخ مسيح. لكي يكون ايه للايه النص صالح للتوبيخ، للتوبيخ هو قالها وللتعليم اللي قال لك للتبويخ. مش عارف الفيديو معاه بطرس الرسول، لان يعني الكتاب ماذا يقول؟ كل الكتاب مقابل الله وقابل للتبويخ وللتعليم الذي للتبويخ يكون انسان الله قابل للتبويخ. ايوه يا بايخ.
حسين تبويخ، لكي يكون انسان الله عاق، لكي يكون انسان الله صالحا ومتاهبا لكل عمل صالح. فاذا هنا الكلمه يوبخ بها الذين يوبخ بها للذين هم يعني لا يفهمون خطه الله ولا يفهمون الحقيقه لكي يعلموا ويعوا ويتعلموا. لذلك الرب قال بهذه اللهجه، الشديده الشديده لبطرس، شيطان اذهب يا شيطان، نفس ما قالها لابليس، قال لابليس اذهب يا شيطان، وقال لبطرس اكبر فسيخيه يبعد هذه الأفكار الشريرة عن الإنسان أخي العزيز، لكي يبعد الأفكار الشريرة عن هذا الإنسان القديس. وفعلا طهره الرب، طهره الرب. أنا عندي سؤال في القصة نفسها، وحل الروح القدس عليه. طيب عندي سؤال في نفس القصة بتاعت بطرس، في نفس السفر بتاع إنجيل متى إصحاح 16، لما يظهر في القنوات ويبتك بكم. ايوه بطرس يظهر في القنوات ويفتك بنا، ان شاء الله اديله بالجزمه على بقه وعلى بق الشيطان اللي هو متبع ليه، اللي هو بطرس صخره الكنيسه. خليك في موضوع، بيقول لك ايه، مش قلنا ما نخرجش على زكريا بطرس بيطلع في القنوات قال ويفتك بكم. محمد نصيف فشخه فشخه وفشخ من يعبد زكريا بطرس. هل يتجرأ زكريا بطرس او ادخن من عندهم يرد على العبد الفقير لعفو ربي؟ يقدر؟ يقدر؟ قال زكريا زكريا بطرس ده اتفسخ في البث المباشر هنا، اتفسخ ما بقاش نافع يا عيني. الله المواضيع دي انت مصمم ليه تعمل حركات من دي عشان ارميك من البث؟ ليه مصمم؟ انت مش مصاب بالروح القدس وما بتخافش من حاجه؟ رد على السؤال. انا ما اخاف، انا اخاف منك. طيب والله ما عادش يوما عن أرد شبهة أنكرتني الدنيا مذ رأتني غافلا عن طعنها. رد على السؤال دلوقتي، إنجيل متى إصحاح 14 إصحاح 16 اللي في القصة بيقول فأخذه بطرس، يعني بطرس أخذ يسوع، فأخذه بطرس إليه وابتدأ ينتهره. بينتهر يعني رسولك بطرس كان قاعد بينتهر في يسوع اللي هو الإله الظاهر في الجسد، قاعد بينتهره. يعني ايه انتهره؟ قاعد بيزعق له، قاعد يزعق له الرب اعكسنا، عشان كده الرب عم يقول له امشي يا شيطان امشي. تفضل، يعني ايه انتهر؟ يعني ايه بطرس بينتهر الرب بتاعه؟ لانه بدا ينتهره مسكه وقاله يا رب ما يصير يكون لك هذا، احنا ما نرضى، احنا ما نقبل. لماذا؟ لان بطرس في البدايه يجهل خطه الله لخلاص العالم، فهذا الجهل يجب ان يوبخ، فهذا الجهل يجب ان يوبخ لكي يكون الانسان عاقلا وفاهما لحقيقه يعني الامر. يعني ينتهره؟ رد على السؤال. ينتهره اي مسك الرب ووقف امامه وقال يا رب لا يكون هذا، لا يكون لك هذا واحنا موجودين. مسك هذا هو المرسوم، مسك الرب وضربه. عمل ايه؟ عمل ايه؟ الجهل يجب ان يوبخ، فهذا الشهر يجب ان يوبخ لكي يكون الانسان عاقلا وفاهما لحقيقه يعني الامر. يعني ينتهره؟ رد على السؤال. ينتهره اي مسك الرب ووقف امامه وقال يا رب لا يكون هذا، لا يكون لك هذا واحنا موجودين. هذا هو المرسوم. طيب ايه رايك؟ لا خليني اجيب تعريف كلمه ما تجيب لي تعريف كلمه ينتهر في اللغه العربيه كده يا حسين. جيبها انت، جيبها اهو. انتهر. تفضل يا فندم. رسول، تفضل يا فندم. رسول بل اعظم الرسل عندهم مع الرب بتاعه، الرسول بينتهر ربهم، الرسول بينتهر ربهم. يعني ايه انتهروا؟ انا كده بحب كده ايه، خلينا نجيب معنى كلمه ينتهر. تفضل. فيجب على الانتهار انه لانه كان يجهل الخطه الحقيقيه لخلاص. يجب على الانتهار. الله لذلك الله وبخه لكي يفهم الحقيقه ويبعد الافكار الشريره التي تخالف مشيئه الله. بص بص بص، هذا هو المقصود. انتهر، اسمع اسمع اسمع، انتهر فقيرا اي زجره واساء اليه.
هل بطرس عندما ظهر الرب بتاعكم زجر وزعق له واساء اليه؟ انت يا عم انت بتعمل ايه؟ بطرس هتصطلب وتموت. لماذا قاله الرب؟ لماذا قاله الرب يا شيطان؟ لان بطرس الرسول ماذا فعل؟ لان بطرس الرسول لا كان جاهل بخطة الله في البداية. السؤال كان لم يفهم المسيح الله وعارضها. والذي فاسمع شفته بيعمل ايه؟ بيسيب السؤال بتاعه وقف امام الرب وقاله يا رب حاشا لك ما يصير لك هذا الكلام. احنا ندعي عنك زعق له خالف. الرب عنده يعني النبي انتهروا يعني زك. النبي عندهم قال للرب بتاعه احنا ايه الرب ربك. النبي والذي بيقول للرب ها شفته بيعمل ايه؟ بيسيب السؤال بتاعه وقف امام الرب وقاله يا رب حاشا لك ما يصير لك هذا الكلام. زعق احنا ندافع عنك ايه النبي بيقول للرب ما تخافش يا رب احنا موجودين احنا ندافع عنك. النبي بيكلم الرب، الرب بيقول له احنا ندافع عنك. خبر ابيض. النبي بيقول للرب احنا ندافع عنك. خبر ابيض. اقسم بالله كارثة، اقسم بالله العظيم الولد ده بيعمل بثات يهاجم الاسلام، واقسم بالله العظيم الولد ده بيطلع على القنوات الفضائية المسيحية التنصيرية ليدعو للمسيحية، يعني مش اي عيل كده وخلاص. ايه شفته بيعمل ايه؟ بيسيب السؤال بتاعه وقف زجره، زجر الرب ها الرب وقاله يا رب حاشا لك ما يسأل هذا الكلام. زعل احنا ندافع عنك. احنا ندافع عنك. الله يخرب بيوتك. ايوه خالف يعني انتهروا يعني زجروا وزعقوا واساء اليه. صح حبيبي هي المخالفه لمشيئه الله، اساءه لله بحد ذاته. هو يعني لما الرسول ده خالف وصايا الرب عندهم اساء لربه. يعني بطرس اساء لربكم. صح خبر ابيض يا خبر ابيض. انت كتيم اول مره. ما انا فهمت اهو. يعني بطرس من اعظم رسل المسيحيه اساء للرب بتاعكم. صح قال حاشا لك يا رب ما يصير لك هذا الكلام واحنا موجودين، شلون جاي تقول هذا الكلام؟ إيه؟ هذا اللي قاله بطرس. لماذا؟ من كثر محبته للرب وعشقه للرب يسوع المسيح لا يريد ان يصير له شيء. عشقه لم يعرف الخطه بعد، لانه لم يعرف الخطه بعد يا عزيزي. الله قد اوضحها له. صح فماذا صح فعل؟ ووبخه على خطيته. سمعت قال الله ايه؟ الله ها ها. انا عايزك كده بقى انت كمسلم، يعني احنا ممكن نقف عند الحته دي او زي ما بيقولوا ايه، نقعد نقول لا او نبرر ونقول لا ان الرب عندكم ما اتصلبش وما ماتش مش عارف مين. لا انا بقول له انا معاك ومتفق معاك. انت بتحكي بتقول الرب عندكم، فهمه انه هيعمل ايه؟ هيتصلب ويتضرب ويموت ويتفف وشه. ايه ده ده الرب بتاعكم؟ ده الرب ده الإله يستحق العبادة؟ ده الله المستعان. فهم الحقيقة وفهم مشيئة الله ولم يعارضها بعد ذلك، وحل الروح القدس على التلاميذ وصاروا ايه وبيعمل كده وايه 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 كلك كده تاني مرة وايه الحقيقة وفهم مشيئة الله ولم يعارضها بعد ذلك، وحل الروح القدس على التلاميذ وصاروا قديسون. صاروا قديسون بحسب مشيئة الله التي أعطاها إليهم عندما حل. عشان تعرفوا لما تقول الحمد لله على نعمة الإسلام تشعر بهذه النعمة في قلبك، وبأن الله أعطاك كنز، وبأن الله أعطاك عطية بأن جعلك مسلم وخلقك مسلم.
مش كالضالين كهذا الضلال، وصاروا مش كهذا الضلال وهذا الخبل والجنان. تحمد ربك كده على نعمة، لما تقول الحمد لله على نعمة الإسلام تشعر بهذه النعمة التي تحمد الرب عليها، مش يبقى كلام تقليد آباء وأجداد فقط. لا، انت فاكر انت ان المناظرات دي اصلا ما بتقويش ايماني انا، انا انا كشخص، والله العظيم بتقوي ايماني انا شخصيا. اني لما يعني ايه الحمد لله الذي عافانا مما ابتلوا به؟ يعني ايه ان ترى بعينك البلاء الذي ابتلوا به؟ لا لسه لسه ده لسه هنتكلم عن الخروف، ولسه هنتكلم عن ان ربهم ظالم، بس احنا ما عندناش الحلقه بتاعت الواد ده بس، لا ده في حلقة تانية لأمريكي، لا لأمريكي منصر أيضا قاعد في أمريكا من أصل صعيدي، هنجيب جزئية تانية إن الرب بتاعهم يعجز عن المغفرة، وهنجيب الدليل مع المنصر التاني، بس أما نخلص ده بإذن الله. عندما بص كده، بص كده مسيحي، في إنجيل يوحنا 21:15 بيقول إيه؟ فبعدما تغدوا قال يسوع لسمعان بطرس، سمعان بطرس ده اللي هو اللي إحنا بنتكلم عنه حالا، صح؟ سمعان بطرس، يا سمعان أتحبني أكثر من هؤلاء؟ قال له نعم يا ربي، يا ربي أنت تعلم أني أحبك. فقال له يسوع ارعى خرافي. ركزوا، خراف اللي هم مين؟ إيه؟ ركزوا ركزوا، خراف اللي هم مين؟ ارعى خرافي ولي خراف الأخر ليست من هذه الحظيرة، ينبغي أن تخرج فارعى خرافي. فالخراف هم الخراف الذين هم من هم؟ هم أبناء الرب يسوع المسيح، لأنه قال أنا هو الراعي الصالح، والراعي الصالح هو الذي يبذل نفسه من أجل الخراف. يعني نحن خراف الرب يسوع المسيح. إيه 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 أنتوا إيه؟ إيه 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 أقسم لكم بالله ده منصر ومذيع على القنوات الفضائية المسيحية. أنتوا إيه؟ أنتوا إيه يا فندم؟ انتوا خراف؟ خراف يا فندم؟ اشرف نصوح روح يا فندم اعمل الكلام ده عند مرات الرب بتاعك يا اشرف نصوح. يلا حبيبي حبيبي العب، العب مع الاسد يا حبيبي. انتوا خراف ايه؟ ايه انتوا ايه؟ تاني 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 عشان نستفيد بس. انتوا خراف مين؟ هم من هم؟ ابناء الرب يسوع المسيح، لانه قال انا هو الراعي الصالح، والراعي الصالح هو الذي الراعي الصالح هو الذي يبذل نفسه من اجل الخراف. يا خراف يا خراف، يعني نحن خراف الرب يسوع المسيح. لماذا؟ لاننا ودعاء. سمعتم من الخرفان؟ سمعتم من الخرفان؟ من الخراف الضاله؟ يبون القلب ولا يحدث منا اساءه للبشر. يعني انتم انتم خراف هذا الرب، صح كده؟ بالراحة بس، اهدى 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 امام القدمي المسيح، اهدى. نحن نقدم انتو انتو خراف يسوع، صح؟ مرضية امام الرب يسوع المسيح. ايوة انتو الخراف وانتو الذبيحة، صح كده؟ نعم. وانتو خراف حظيرة يسوع. قال طبعا انا ارسلكم كغنم، كغنم وسط ذئاب. يعني المفروض ان هم جايين في الفلان، مش عارف انت بص مطلقهم تلاقيهم مطلوقين في الفيسبوك فعلا، غنم مطلوقين في الفيسبوك زي الغنم، وقاعدين يشتموا في الاسلام. يعني هو كل اللي عليهم تلاقيهم مطلوقين في الفيسبوك زي الغنم، زي الخرفان كده والتيوس والجديان والبقر والبهايم والحمير، وقاعدين يشتموا في الاسلام. مش ده اللي حصل؟ مش لما بتخش المجموعات بتاعتهم بتلاقيهم كده بالضبط؟ اه، ولما بيكون مثلا لسه في مجموعه ولا حاجه وتبص تلاقيك اما الموم عليك شويه خرفان وشويه كلاب ضاله قاعدين شتيمه في الرسول وشتيمه في النبي. بيحصل ولا لا؟ وشتيمه في الاسلام وشتيمه في القران، بيحصل ولا لا؟ انا عايزك بقى تتعلم انت كده وتبقى قوي كاسد كذئب، فاتح صفحه ليك وقناه وتظهر الحق وباطل ما عندهم، وترد عليهم من دينهم، ترد على ابوهم الكذاب الكلب الاقرب زكريا بطرس، وابوهم رشيده وغيره، ولا تتوانى ولا تتهاون. يلا يلا مجموعه يعني خراف، مجموعه خراف ضاله. وانتو خراف حظيره يسوع. قال طبعا انا ارسلكم كغنم، كغنم وسط ذئاب. يعني الرب ارسلني كأرسل الغنم، الرب ارسلني كخروف امام ذئب.
ماذا سأكون؟ الرب أرسلهم إيه؟ كخروف. حكيم. عرفت كيف؟ يعني أنت خروف الرب عندكم، أرسلكم أمام ذئب اللي هو أنا، صح كده؟ أحسنت، بارك الله فيك. فأنتم خراف يسوع ومجموعة أغنام، أغنام يسوع اللي انطلقتم في الفيسبوك عشان تبشروا بكلمة الراعي بتاع الخراف اللي هو الرب عندكم يسوع قدام الذئاب اللي هم إحنا، صح؟ لا والله، أنت أقل من أن تكون ذئبا. برافو عليك، مش مشكلتي، بس انا بتكلم عليكم انتوا، يعني انتوا خراف واغنام يسوع اللي طلقكم في الفيس عشان تقفوا قصاد الذئاب. نعم. ايه يا جماعه، بالله عليكم، انا اللي قلت ولا خليته هو اللي يقول على كل حاجه؟ شوف الذكاء، مطلب الذكاء ده مطلب انك بص. ايوه تينا بتقول لك ايه، انا اقصد اهينه. ايوه اقصد اهينه، لا ومش بس انا اللي اقصد اهينه، ومن يهن الله فما له من مكرم. عرفت معنى الايه؟ انت شفت معنى الايه؟ ومن يهن الله فما له من مكرم. هم اهانوا انفسهم بانفسهم، شفت ازاي؟ وشفت انا قايلها له باللفظ، انتوا الخراف اللي انطلقتوا في الفيس عشان تشتموا الاسلام. قول بس هو اللي يعترف، مش انا اللي اعترف. برافو عليك، مش مشكلتي، بس انا بتكلم عليكم انتوا، يعني انتوا خراف واغنام يسوع اللي طلقكم في الفيس عشان تقفوا قصاد الذئاب، صح كده؟ نحن كغنم للرب، كغنم نعم. ظللنا كل واحد إلى طريقه، كل نعم. البشر خطاة وأغنام، ولكن ثواني بس، ثواني لحظة يا إيه، والراعي حبيب أثير. نعم نحن شفتوا الأغنام يا جماعة الخير، شفتوا إلا الاعترافات يا أدبك جماعة علينا الخير. بنمسح بكرامتك الأرض في البث، تحترمنا هنحترمك، هتقل أدبك على الإسلام الإخوة كلها هيمسحوا بدينك الأرض. ليه؟ أنت اللي بدأت. النقطة التانية، لو أنت راجل وعندك الجراءة للسؤال اتفضل، البث بكرة بإذن الله، الأسئلة الإسلامية. ده عيل كان قل أدبه في التعليقات يعني، فحبنا نديله اللي فيه النصيب زي ما بيقولوا، لأن على فكرة هم كده، لو لقى قلة أدب، لو لقى إن هو قل أدبه على الإسلام وأنت سبت له الباب أو ما ردتش عليه، هيقعد يقل أدبه تاني وتاني وتاني وتاني، لكن لما ياخد ما يرضعه يتعلم الأدب. أصحابك المتخلف اللي انت بتعبده يا اثير، هتغلط هنمسح بكرامتك الارض، خليك محترم احسن لك. واضح؟ واضح يا اثير؟ مش هعيد معاك تاني الاعاده التانيه باني ارميك في سله زباله الصفحه. فهمت يا فندم؟ فهمت يا فندم؟ اهلا بيك، اهلا بيك وباللي بيتشددوا. بجري الكلام ده طب ما للأسف الفيديو الرب عندكم أيضا خروف، خروف، فهل أيضا أنتم خراف والرب عندكم خروف؟ فهل أنتم كالرب والرب كمثلكم؟ يعني اتقال عليكم أنتم خرفان ليه؟ والرب عندكم اتقال عليه خروف ليه؟ ايه الفرق بينكم وبين ربكم مع انكم نفس الاسم ونفس الصفه؟ اتفضل. احسنت، برافو. اتمنى منك ان تسكت وتهدأ قليلا لكي ارد، بس رد على السؤال. يلا اتفضل. اولا نحن كخراف، كمجموعه خراف ارسلنا الرب لكي نبشر باسمه. انت بتقول ايه؟ انت ايه تاني كده؟ ايه اولا نحن كخراف، ايوه، كمجموعة خراف ايوه ارسلنا الرب لكي نبشر باسمه يا خبر ولننال على كده غفران يا اولاد، الخطايا. وقال الرب لبطرس ثلاث يا مرات خبر ابيض على كده يا اولاد، اتحبني؟ وقال ارعى خرافي. فيرعى خرافه خرافه هم يرعى خرافه خرافه هم نحن
ايوه الذين ماذا؟ الذين نحن كودعاء ايوه ولا نسيء لأحد، بل نحب الجميع، ونحن نقدم أنفسنا كذبيحة حية مرضية أمام ربنا يسوع المسيح. ولكن طيب قبل خش أن نكون نحن خراف، اسمع اسمع، ولكن خش في قبل الموضوع أن نكون بتاعنا، الرب رجاء عندكم خروف وانتم رجاء، خراف، خش ولكن في الموضوع قبل على أن طول، نكون، اتفضل. ولكن الله أكبر، ولكن قبل أن نكون نحن خراف، ايوه ربنا يسوع المسيح هو الخروف الأعظم الذي كان قبلنا. قبلنا نحن، ايه تفضل. قبل ما تكونوا انتوا خرفان ايه؟ ولكن الله أكبر، ولكن قبل أن نكون نحن خراف، ايوه ربنا يسوع المسيح هو الخروف الأعظم الذي كان قبلنا. قبل ما يبقوا هم خراف، قبل ما يبقوا هم خرفان، الرب بتاعهم، لا ده هو قبلها بيقول لك الله اكبر، الله اكبر. قبل ان يكونوا هم خراف، الرب بتاعهم هو الخروف الاكبر الذي كان قبلهم. حسبي الله ونعم الوكيل فيك، حسبي الله ونعم الوكيل فيك. خروف مين يالا؟ يا دي اللي بتقوله ده، يا دي اللي بتقوله ده. ترك الرحمن وعبد الخروف المهان، ترك الرؤوف وعبد الخروف. إنهم تركوا الرؤوف وعبدوا الخروف. اسمع 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 وتسمع لمنصري المسيحية. الموضوع على طول، تفضل. ولكن الله أكبر، ولكن قبل أن نكون نحن خراف، ربنا يسوع المسيح هو الخروف الأعظم الذي كان قبلنا. يا عيني قبلنا نحن يا عيني. الذين صرنا خراف بماذا؟ ايوه صرنا خراف بالنعمة التي أعطيت من الله. يا ولكن ساتر ربنا يسوع المسيح سيق إلى الذبح كخروف وكشاة. يا سلام. وربنا يسوع المسيح هو الخروف الأعظم ماذا؟ الذي قدم كذبيحة عنا لغفران الخطايا، وهو الذبيح العظيم الذي به يا سلام ننال غفران الخطايا. يا فربنا يسوع سلام المسيح هو أعظم ذبيحة، وهو الخروف الأعظم. يا سلام ونحن نغلب يا سلام. بماذا؟ نغلب الشياطين بدم بقرونه، الخروف، لا بدم بقرونه، الحبل استنى استنى الذي بقرونه، انا عندي النص عم ان الرب عند ان انتوا بتغلبوا بقرونه، في عندكم النص، عارف النص اللي بيقول بك دم ننضح الخروف نحن مضايقين، فهتغلبوا نعم انتم نعم اعداءه بالنضح تنضح مضايقيكم. اهو النص نعم في المزامير. ننضح بقوة. اوعى اوعى تفتكر ان العبد الفقير لله بيعمل افلام او جايب واحد مسلم عشان يمثل انه مسيحي وبيعمل افلام. اقسم لكم بالله، ده مذيع في قناة تنصيرية تدعو الى المسيحية، والولد ده اصلا عام او بيقول على نفسه ان هو كان شيعي وتنصر. مش مصدقني وفاكر ان انا بألف؟ اكتب كده حسين العراقي قناة الآرامية المسيحية وادخل شوف فيديوهاته بنفسك وهو بيطعن في الإسلام وبيدعو للمسيحية. فعشان بس ما تتصدمش، لا ما تتصدمليش، لا مؤاخذة يعني في الكلمة، ما تتصدمليش لما تسمع كده ان الرب بتاعهم خروف، والخروف الأعظم، والخروف بقرون، واللي بيتضرب بقرون، والمش، لا 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 لا، مش عنده تنال الكلام. غفران الخطايا. قول تاني يا، قول يعني تاني يا منصر، اتقال قول. عليكم انتوا خرفان ليه؟ والرب عندكم اتقال عليه خروف ليه؟ ايه الفرق بينكم وبين ربكم مع انكم نفس الاسم ونفس الصفة؟ اتفضل. احسنت برافو. اتمنى منك ان تسكت وتهدأ قليلا لكي ارد، بس رد على السؤال. يلا اتفضل. أولا نحن كخراف، كمجموعة خراف، أرسلنا الرب لكي نبشر باسمه ولننال غفران الخطايا. وقال الرب لبطرس 3 مرات أتحبني؟ وقال ارعى خرافي. فيرعى خرافه، خرافه هم، يرعى خرافه، خرافه هم نحن الذين مانا، الذين نحن كودعاء ولا نسيء لأحد، بل نحب الجميع، ونحن نقدم أنفسنا كذبيحة. شوف كذاب كذاب، قال بيقول لك نحن دعاء ولا نسيء لأحد، الفيس كله مليان
مليان قلة أدبكم وتطاولكم عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل ودعاء لا نسيء لأحد. كمل 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 يا خروف كمل. حية مرضية أمام ربنا يسوع المسيح، ولكن طيب خش قبل أن نكون نحن خراف، اسمع اسمع، ولكن خش في الموضوع بتاعنا، الرب جعل خروف وانتم خراف، خش في الموضوع على طول تفضل. ولكن الله أكبر، ولكن قبل أن نكون نحن خراف، ربنا يسوع المسيح هو الخروف الأعظم الذي كان قبلنا، قبلنا نحن الذين صرنا خراف. بماذا صرنا خراف؟ بالنعمة التي أعطيت من الله، ولكن ربنا يسوع المسيح سيق إلى الذبح كخروف وكشاة، وربنا يسوع المسيح هو الخروف الأعظم. ماذا الذي سوى؟ سمعت بقول ربنا، ربنا ها ها رب، بيقول على الرب كذبيحة عنا لغفران الخطايا، وهو الذبيح العظيم الذي به ننال غفران الخطايا. فربنا يسوع المسيح هو أعظم ذبيحة، وهو الخروف الأعظم، ونحن نغلب بماذا؟ نغلب الشياطين بقرون الخروف، لا بقرون بقرونه. أنا عندي النص إن الرب عند إن أنتوا بتغلبوا بقرونه، في عندكم النص؟ عارف النص اللي بيقول بك ننضح نحن مضايقين، فهتغلبوا انتم اعدائه بالنضح تنضحوا مضايقيكم. اهو النص، نعم، في الزمين بقوة الرب العظيمة. ننضح بقوة انطحونا 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 انتم، اهم حاجة تفضلوا تنطحوا فينا. بسم الله تغلبوا بقرونه، في عندكم النص؟ عارف النص اللي بيقول بك ننضح نحن ضايقين، فهتغلبوا انتم، هتغلبوا انتم اعدائه بالنضح تنضحوا مضايقيكم. اهو النص، نعم، في الزمين بقوة الرب العظيم. الرب عظيم وقوي، فهو الخروف الذبيحة العظيمة. اما الفرق بيننا، الفرق نحن غنم، متى صرنا كغنم ومتى صرنا شفنا خرفان؟ خليني شوية في النقطة دي كده. ماذا؟ سفر المزامير 44:5، بك ننطح مضايقين، يعني انتوا بتنطحوا بالرب بتاعكم، بتنطحوا بالمرور بتاعته المضايقين، صح؟ حلو كده؟ نعم نعم ننطحهم، نعم ننطحهم كقوة، لأننا ماذا؟ يعني كده مش هيطلعوا ينظرونا، ده كده بيطلعوا ينطحونا. انطحني يا انطحني، هتقولي كده اشجع من عندكم واعلم من عندكم عشان ينطحني، وانا هكسر له قرونه. انتوا كده مش طالعين تنظرونا، انتوا طالعين تنطحونا. ايه ده؟ الله انتوا مساكين اصلا يا مسلمين بصراحة. يعني على فكرة أنا في كتير من الأوقات ما بيبقاش غرور بما بنفسي، لا 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 لا، ببقى فرح بما عندي من ربي، بطرح كده الكلام وأنا فرح بما عندي من ربي. تقدر تطلع حاجات زي كده؟ تقدر أنت تكون ذكي تطلع حاجات زي كده؟ حاول تكون كده ذكي وتطلع حاجات زي كده. إيه؟ مين اللي اعترف إنهم بينطحوا بربهم؟ 44:5، بك ننطح مضايقين، يعني انتوا بتنطحوا بالرب بتاعكم، بتنطحوا بالمرور بتاعته المضايقين، صح؟ حلو كده؟ نعم نعم ننطحهم، نعم ننطحهم كقوة، لأننا ماذا ننطحهم؟ لأننا خرفان. لماذا نحن خرفان؟ لأننا ودعاء وطيبون، ونحن نقدم ذبيحة وكل يوم نذبح لأجل ربنا يسوع المسيح. أيوة. نعم. لذلك بك ننطح، ولكن قبل أن يعني إيه بك ننطح مضايقين؟ ولكن قبل أن نكون نحن خرفان، ربنا يسوع المسيح هو الخروف الأعظم والذبيحة الأمة التي ذبحت من أجل خطايا العالم. لله در الرجوع بما فعل، فقد أشفى بفعلته قلوب عباد الحمل. عباد الخروف، عباد الخروف مش حمل بس. نعم دلوقتي بس نعم. بك ننطح مضايقين، انتوا ازاي بتنطحوا بالرب بتاعكم المضايقين؟ نحن ننطح مضايقين، ننطح مضايقين، لان الرب يسوع المسيح قال كلمتي امضى من سيف، كلمة الله امضى حية وفعالة، وامضى من سيف ذو حد.
فنضرب وننطح بكلمة الله، ننطح بقوة. كيف؟ نعم يا فندم، نعم. خبر ابيض. الفرق نعم. بيننا، الفرق نحن اوعى 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 الاخوه بقى، صح، خلي بالكم بقى، واحد ياخد حد من العيال دي العيال الشمامين المبرشمين دول وينظره في الخاص، يعني هو حد تاخد حد كده وتنظره في الخاص، لا، حاول تنظره قدام الناس. ليه؟ ما تضمنش الظروف، ممكن يستفرد بيك ويديك نطحه يخلص عليك. طب ينطح يا عم، طلعوا بينطحوا، يعني طلعوا خراف وطلعوا بهايم وطلعوا بينطحوا، حاجه صعبه قوي، حاجه صعبه، وطلعوا بياكلوا ربهم وبيشربوا في دم، وحاجه حاجه، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. انا بقى المفروض وانا بناظر مفيش حاجه عندي هنا حمراء ولا ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لا استنى استنى استنى، ده انا مش قلت لكم انا بحب اعمل الاكشن، استنى بس. ده الاكشن ده مطلوب اصلا. انا بقى وانا بناظر يا معلم، اقوم عامل ايه؟ اقوم جايب حاجه زي كده احمر. ليه بقى الاحمر؟ اقوم عامل احمر كده 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 كده، طبعا هو يجي يجري 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 عشان ينطح، اقوم انا رافعها كده يقوم خابط في الحيطه، شفت انت الفكره؟ لا، واقوم جاي جايبها له بقى كده بقى. المفروض كده انا مش هطلع احاور كده بقى، ده انا هطلع اعمل ايه؟ مصارعه تيران. يا خبر ابيض على كده، تعال انطحني. تعال انطحني. يلا هنا، تعال تعال هنا، يلا يلا. اقوم واقف على الحيط جنب الحيطه، ها، اقوم رافع البتاعه دي، هو جاي يجري يا عيني على على الاحمر، يقوم مرزوع في الحيطه. خبر ابيض على كده، خبر ابيض على كده. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ احنا بنحاور في الفيسبوك ولا في اسبانيا؟ نكمل نطح، نكمل حوار. ربحنا غنم متى؟ لما اعطانا الرب، ولكن الرب انه خروف لانه ملك الملوك ورب الارباب. يعني نعم. هو من ذاته هو الخروف، لانه الخروف من ذاته من اصله. نعم. لكن احنا بعدين خلينا اجاوب على من امنا بالمسيح. جميل. عمار ابو عمار، لحظه كده هقول لعمار كلمه. يا عمار ابو عمار، اللي طلع الصفحه عملنا حاجه هتريحكم جميعا. اي حد عنده اي سؤال في الاسلاميات، كل البثات بتاعتي ما يبقاش فيها كلام في الاسلاميات خالص، لكن عملت يوم اللي هو يوم الحد بكره باذن الله في الصفحه بتاعتي الاساسيه اللي هي بالجاكيت الاسود، الصفحه دي فيها بث مباشر عن الاسئله في الاسلاميات فقط يوم الحد. فانت لو عندك اي سؤال في الاسلاميات او اي كلمه عايز تقولها في الاسلاميات، تعال يا فندم في الصفحه الاساسيه. في حاجه بقى، ما عندك من اسئله وان شاء الله نجاوبك بقوه رب المجد الذي لا يصلب ولا يقتر ولا يقتل ولا يقدر البشر على غلبته. في حاجه بقى خدوا بالكم منها الاخوه اللي بتحاور، خدوا بالكم منها. ابو عمار، ابو عمار ده اصلا يقولون ان هو قسيس، اصلا هو قس بس عامل نفسه ايه، عامل نفسه مش قسيس يعني، لكن هم يقولون واغلب الظن فيه ان هو قس. عمل ايه؟ لما لقى اخوه زنق وشغال نطح، وشغال خرفنه، ام عمار بدا يرمي في شبهات على التكست، عندكم وفي دينكم وفي دينكم وفي دينكم و و و. قلت له لا، تعملش الحركه دي معايا. الاخوه المسلمين بقى اللي بيناظروا كونوا اذكياء، ما تفتحوا لهمش الباب ان هم يرموا كذب اللي اتعلموه في دينهم على الاسلام ويطلعوا يجروا ما يردوش على الاسئله. لا لا، انا عن نفسي اصلا مش فارقه معايا، ما بدعيش حد الاسلام ان شاء الله مع انه اسلم، انا عندي اسئله، في عندي اسئله مش اكتر. الاخوه بقى لكن خلي بالكم الحته دي، ايوه جدع يا طارق، بيلغوش اول ما يجي يرمي وقت، قول له لا، قول له تعالى في يوم معين يبقى البث اسلاميات، لكن ساعه ما يكون البث في كتابك المقدس رد على اسئلتي في كتابك المقدس، ما ترجعش ترمي لي شبهات وتجري، لا. فهمتوا الفكره؟ فخلوا بالكم. او في اي بث تاني يا يا عمار ابو عمار، لا ما تطرحش اي كلمه في الاسلاميات، واضح كده يا عمار؟ لماذا؟ والا هيترمي في الحصر. لماذا تقول اوكي افتهموا عليك، لماذا تقول الله لم يصلب؟ شيخ الاسلام لتهيئ يقول لو شاء الله لاستقل على ظهر بعوضه لاستقل. حلو، ابقى روح قول لشيخ الاسلام كده، شوف برضه هتنقل الاسلاميات، حرميك من الصفحه.
انت حر. لا ليش تنبح هذا الكلام اللي بتقوله ده؟ انا ارد عليك يا شيخ، انت تقول لم يصلح. الله يستطيع ان يفعل كل شيء ام لا يستطيع؟ هات الكلام اللي انت بتقوله. هو انا مش عملت لكم يوم؟ انتوا ليه ما بتحسوش؟ اهو شفتوا يا جماعه الخير، اهو الصفحه اهي اللي فيها الحوار. شفت عمل ان شاء ايه؟ الله يوم الاحد خلاص اتزنق اتزنق. عايز يرمي اسلاميات. مش انا قلت لكم قبل كده اسالوا اي سؤال في المسيحيه لازم يقول لك عندكم في الاسلام عندكم في الاسلام؟ عامل لهم يوم كامل مش هيتسالوا ولا سؤال في المسيحيه، وبرضه رموا على الاسلام، برضه رموا. السؤال الاخير ده بيقول لك هو قال الله مش قادر على كل شيء؟ الله يقدر على ما يقدر على كل شيء، لكن لا يفعل النقائص. والتجسد ده نقيصه، وصلب نقيصه، وضرب نقيصه، وقتل نقيصه، فلا يفعل النقائص. ده احنا بنقدر على كل شيء، احنا نقدر نعمل كل شيء صح؟ صح، لكن ما نفعلش النقائص. على سبيل المثال انت تقدر تمشي في الشارع عريان بلبوس ولا لا؟ تقدر. هل تفعله؟ لا تفعله. كذلك الرب يقدر على التجسد لكن لا يفعله، لانه نقص، نقص، نقيصة. فهمتوا؟ في شبهة على الاسلام يجي يطرح الشبهة طيب. ويسمع الجواب بإذن الله. تعالوا بقى بينا لموضوع تاني أجمد، موضوع أقوى. طبعا اللي فات ده موضوع قوي، أو أقول لكم إحنا ممكن نوقف لحد هنا عشان إيه البث ما يطولش والناس تقدر تشوفه على اليوتيوب، لأن موضوع الخطية الأصلية ده موضوع كبير 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 كبير، وموضوع أصل، موضوع اصل، موضوع الخطيه الاصليه، اي خطيه ادم، هل متوارثه عبر الاجيال ام لا، وهل الرب يغفر ام لا. يلا مش مشكله نكمل موضوع الخطيه بس، وبعد كده نخلي الايه، نخلي باقي البث، لان البث ده طويل، البث في حواري مع احد المنصرين ده اللي هنشوفه حالا. ده منصر قاعد في امريكا من اصل صعيدي، ومساله هل الرب بتاعهم ظالم ولا لا. تعالى نسمع الجزئيه دي. فكان في تبرير لكده، وانا موافق معاك. ايه رايك بالبر بالايمان يبررون تقبل، وبالتوبه يبررون تقبل، بالتوبه فقط؟ ايوه طيب. انا كمحمد نصيف، انا كمحمد، بالتوبه فقط، فقط بالتوبه والعمل الصالح يقبل بري وتكفيري لخطية آدم دون إيماني بصلب يسوع أو تجسد الإله، ينفع؟ وكفر؟ التوبة إلى الله بس لازم باسم المسيح. لا مش هآمن ولا باسمه كإله متجسد، ولا بموته وقيامته. يكفر خطيتي؟ تكفر خطيتي؟ التوبة لله. التوبة لله فقط. شوفوا يا جماعة السؤال، ركزوا يا جماعة في الملابسة، جسدوا الموقف يا جماعة، جسدوا الموقف يا جماعة. هتتوب لله وهتستغفر وهترجع عما بدا منك، يغفر إله المسيحية؟ يغفر؟ لا ما يغفرش، لازم تآمن إنه مات. معلش اتخضيته خلاص. لا بالراحة، عشان في ناس بيقولوا محمد بيزعق فبيخضنا. فين الألم؟ فين الألم؟ أنا مش عايز حد يتخض مني. تتوب وترجع لله عما بدا منك، يكفر خطيتك؟ لأ، لازم تآمن إن الإله مات. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. دون الإيمان بيسوع إله متجسد، هآمن بيسوع إنه نبي وإنه رسول وإنه رجل صالح وكل حاجة، لكن مش هآمن إن يسوع صلب وتجسد وتعرى ومات وقبر. هي الحتة يعني اللي أنا فاهمها واضحة قدامي جدا، إن هو الوحيد الذي يمتلك مفتاح الحياة. فاهمني؟ فرعنا. يعني هو الباب الوحيد لمفتاح الحياة. أنا ما بسألش عن مفتاح الحياة ولا مفتاح الحياة بتاع الفرعنة. ماشي تمام. ما انت بتلف وتدور معايا. لا بلف ولا بدور. الحكاية ان هو اللي معاه مفتاح الحياة، وقال عن نفسه انا هو الباب والحق والحياة، وليس احد يدخل الا بي. يعني ما حدش هيخش غير بي.
مش صحيح انهم بالتوبه يبررون. لا مش صحيح، لم يبرروا بالتوبه، لم يبرروا بالتوبه. ما قلتش كده ان التوبه بس كفايه. طب بالذبيحه ايه رايك؟ اذبح للرب، اجيب ذبائح كتيره انا حتى كمسلم، واذبح للرب بدون ما امن بلاهوت يسوع عندكم ولا بصلبه وفداء ولا بتجسد الاله في انسان، كده يكفر خطاياي. باب الذبيحة والخرفان والعجول والحمام واليمام كل دوت اتقفل، اتقفل بصلب الرب بتاعكم صح؟ ايه؟ صح كده. ايه؟ تاني معلش معلش. طب ما الكلام اللي انت قلته خلاص ما فيش غل، انا عايز اسمعك الحته دي تاني. صح كده. الخرفان والعجول والحمام واليمام كل دوت اتقفل، اتقفل بصلب الرب بتاعكم صح؟ بصلب الايه؟ صح كده. بالله عليكم دي عقيده؟ دي عقيده؟ دي عقيده؟ دي عقيده؟ ده عقل؟ الباب بتاع انه يتغف. انا عارف طبعا ان اليهود عندهم كان الذبح يذبحوا خراف وعجول و عشان تكفر خطيتهم، بس اتقفل بايه؟ بصلب مين؟ بصلب مين؟ الرب بتاعكم، بصلب الرب بتاعكم. هل قال لي انت غلطان يا محمد يا نصيف؟ لا مش الرب. قال لي ايه؟ صح كده. الرب مات. الله يرحمه. ينفع؟ دي عقيدة؟ عشان لما اقول لك تقول الحمد لله على نعمة الاسلام، ولما تقول الحمد لله او الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم به او مما ابتلوا به، تبقى عارف المعنى وموقن بالمعنى اللي بتحمد ربنا عليه يا مسلم. العجول والحمام واليمام كل دوت اتقفل، اتقفل بصلب الرب بتاعك صح؟ صح كده. طب وبعدين؟ الباب طب ما الكلام اللي انت قلته خلاص ما فيش غير باب واحد. الكلام اللي انت قلته في تبرير العذراء وانها بالتوبه وبالذبائح تبرر، خلاص مش هينفعنا. مش مشكله. انا ساعه ما سالتك في الاول خالص قلت لك انا سالتك جديد، لكن بعد تجسد المسيح ما ينفعش. ما ينفعش نرجع للعهد. بعد تجسد في واحد اسمه ابراهيم سيساوي. يا ابراهيم، ابراهيم شكله مسيحي. ابراهيم ايه رايك تطلع تتكلم انت؟ ابراهيم بيقول لك طلع حد يا ابراهيم ده بيتكلم اشياء انت مش هتعرف تقولها، مش عايز اقول لك ولا انت ولا قساوستك. ابراهيم حاطط صوره اظن ابوهم فلتاوس، مش عارف ده ابوكم فلتاوس ده ولا مين. بصوا ابراهيم بيعلق على التعليقات بيقول لك الهات حد يعرف يتكلم عدل. مش عارف ده اظن صوره فلتاوس دي هاني ولا مين؟ صوره فلتاوس دي ولا مين؟ فين؟ انا مش شايف ابراهيم السيساوي ده. دي صوره اظن فلتاوس وحاطط صوره العذراء اهو. يا ابراهيم بيقول كلام هاني ده، بيقول كلام اعلم من قساوستك. أشياء أعلم من آبائك. لو أنت عندك القدرة والعلم يا إبراهيم اتفضل قول لي، أبعت لك أنت وشاطر تطلع أنت تتكلم. مسيحي وعارف الكتاب المقدس مش هيقول إن أنا مش عارف. صحيح، برافو عليك. لو مسيحي مش هيقول الكلام ده أبدا. نرجع، أنا سألتك سؤال في الأول، قلت لك رئيس الحياة، قلت لي ده الله، قلت لك رب المجد، قلت لي ده الله. حصل صح. في عندنا نصين. طيب فلت ابراهيم السيساوي اهو بيقول لك ايه؟ بيقول لك من غير غلط. ساعه ما تلاقي نفسك قادر على الرد يا ابراهيم وقادر على الحوار، اكتب لي نستاذن من اخوك في المعموديه هاني، تطلع ترد مكان. ساعة ما تلاقي نفسك قدر الحوار أو قدر إن أنت تقدر ترد وتناقش عقيدتك أمام المسلمين. ويسوع بيقول اكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها. أنا أمام الناس ما بعمل غير قدام هاني. هاني أنا سألتك سؤال أسأت فيه هاني،
ولا كله بنسمع بس لا عقدك؟ قدر الله، بس روح انا صراحة اسم الصليب عليك يعني. اسم الصليب عليا ليه؟ ما تخليها اسم الله كفاية. عارف يقولوا، هم بيقولوا على اسم الصليب دي لإيه؟ للحاجة اللي بتكيفهم. يعني لو حاجة كيفتهم قوي 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 يسموا بالصليب، حتى ما يسموش بالله، ما يقولوش بسم الله عليك ولا الكلام، لا لا لا، بيسموا بالصليب. الواد الكيف، الكيف الكيف لدرجة بيقول لي باسم الصليب عليا. شوف الكيف عالي قوي قوي. الله عليك، بس روح انا الله صراحة المستعان. امام الناس ما بعمل غير قدام هاني. خير هاني، خير خير. انا سألتك سؤال أسأت فيه هاني، ولا كله بنسمع بس لا عقدك؟ قدر الله عليك، بس روح انا صراحة اسم الصليب عليك يعني. اسم الصليب عليا ليه؟ ما تخليها اسم الله كفاية. اسم الله يكفي. يا مش بحسد، مش اسم الله بحسدك، مش يكفي. اسم بحسدك. الصليب. ما احنا كنا حلوين. عندنا اسم الله، عندنا اسم الصليب بركة يعني، مش لعبة عندنا يعني. ماشي، تعالى يا هاني في حتة الصليب لعنة ولا بركة؟ ما بلاش يا هاني. الصليب لعنة أم بركة يا هاني؟ جابوا الصليب يعني، جابوا لنفسه هاني. كان يرمز للعنة، لأن كل من علق على صليب فهو ملعون، فاهمني؟ كل من علق على خشبة فهو ملعون، كل من علق كل على فهو ملعون. الكلام ده هتلاقيه فين؟ فهو ملعون، سفر التثنية. آمين يا رب. سفر التثنية، الله ينور عليك. لما قال لما قال ملعون كل من علق على خشبة فلا تبد جثته أو الخشبة بل تسكنه في ذلك اليوم، لأن المعلق ملعون من الله فلا تنجس أرضك، صح؟ عمرك شفت، عمرك شفت إله، إله يقول اللي يتعلق على خشبة ملعون ويعلق نفسه على خشبة؟ بقى هضرب لك مثال واحد عاقل، واحد مجنون. عمرك شفت واحد مجنون يقول اللي يتعلق على خشبة ملعون ويعلق نفسه على خشبة، اللي يتصلب على خشبة ملعون ويصلب نفسه على خشبة؟ مثلا، مثلا عمرك شفت واحد يقول مثلا اللي هيتبول في الشارع قدام الناس والناس تشوفه قليل أدب ويروح هو يتبول في الشارع؟ اللي يمشي عريان قليل أدب ويروح هو يمشي عريان؟ ها، يمشي عريان يتعلق على خشبة عريان؟ عمرك شفت كده؟ الله المستعان، ده هو ده الإله بتاعهم. الله المستعان. تمام. تمام. لأن كل من علق على خشبة فهو ملعون، لأن كل اللي بيتعلق على الخشبة بمين؟ بيكون قاتل، بيكون سارق، بيكون زاني. فكان كل الأحكام زمان يعني، حتى في أمريكا من وقت قريب كان الأحكام عليهم بالموت، ما كانش فيه سجون، لحد ما طلع حد يعني فكر في فكرة السجون ديت وطلب إن يعني يكون في حاجة اسمها هي يعني سكند تشانس، الفرصه الثانيه. لان بسبب الفرصه الثانيه ان كان في واحد من البوصل كان اتخانق مع حد من البوصل، وبعدين قالوا خلاص هنديله فرصه ثانيه. فالجسيس دوت طلب من الحكومه لما كان في الوقت العصور اللي فاتت يعني كان الحكم بالموت، اي حد يغلط غلطه كبيره صغيره، فعملوا حاجه اسمها سكند تشانس والفرصه الثانيه. فكل من علق على خشبة فهو ملعون، لأن كل يتعلق هو قاتل، زاني، سارق. والإله الظاهر في الجسد عندكم اتعلق على خشبة ولا حد كسر القانون؟ فجاء الرب يسوع وهو مبرر بلا ذنب وبلا خطية، علق على خشب. وبما أنه هو الإله القدير، وبما أنه هو بلا عيب وبلا ذنب، الإله علق على خشبة وبلا دنس وبلا خطية، وعلق على خشبة، فقد حول اللعنة إلى بركة. لا كده أنا هخلفك. بص يا هاني، دلوقتي الكتاب عندكم بيقول كل ملعون، كل ملعون كل من علق على خشبة. الرب عندكم اتعلق على خشبة ولا لا؟ تمام زي الفل، اتعلق صح؟
وهو اللي قال ملعون كل من علق على خشبة، وهو اتعلق على خشبة، يبقى المفروض ان النص توصيفا له انه صار ملعون. انصار الاله الظاهر الجسد عندكم ملعون. مكتوب 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 الذي صار لعنة لاجلنا. طب ما انت عارف وانا بجهز لك النص يا ابن الايه؟ اتاري عارف هو وعارف النص. رسالة بولس لأهل غلاطية 3:13، ما هو قال لك المسيح عندكم صار لعنة لأجلكم، أهو صار لعنة لأجلكم. صح كده، صح صح. طيب أما إيه؟ ليه صار لعنة؟ اتفضل. ليه صار لعنة لأجلنا؟ أقول لك السؤال قبل ما تقوله كمان. قول. لأن هو شال خطية العالم كله في الوقت دوت على الصليب، حمل كل لعنات العالم ودخل الأمم ودخل الكل ورفع كل خطايا العالم على الصليب. لكيف عدل الله الآب والعدل الإلهي إن هو يكون كإله حمل كل الذنوب وكل الخطايا، يعني لعن نفسه، صار لعنة لأجلنا، لعن نفسه، صار لعنة أمام الله الآب في الجسد. في الجسد صار واخد في جسده كل اللعنات. أيوة، وحمل يعني الموت سواء يعني كده. الرب عندكم الإله الظاهر في الجسد يسوع صار لعنة، صح؟ تمام صح. طيب الآن أنت عمال بتقول مبرر، و مش المفروض المبرر ده الكتاب يقول عنه ألفاظ حلوة، إنما يقول عنه صار لعنة، يعني صار ملعونا؟ طب تيجي إزاي؟ تمام، لأن هو حمل خطيتك وحمل خطيتي، حمل خطية الكل. ما يحمل يعني الخطية، ما ممكن يحمل الخطية من غير ما يبقى ملعون؟ هو لازم يبقى ملعون. ما يحمل الخطية بأي أسلوب. أنت كده بتعمل زي بطرس بتقول له حشاك يا رب. أنت كده بتقول له يعني لازم يبقى لعنة عشان يشيل خطاياكم. أنتم لازم يبقى الإله عندكم لعنة حتى يقدر على مغفرة خطاياكم. وإحنا ما نعترضش. وخطيتك أنت كمان. وخطيتك أنت كمان. وخطيت أنا كمان. يعني انا خطيت انا كمسلم كمان شالها الرب بتاعكم عندما صار على الصليب. الله اكبر. مسلم وبوز وهندوسي. الله، وانا ما اعرف شيء. ايه ده الحاجات الحلوه دي؟ الرب بتاعهم يا جماعه شال الخطيه بتاعتي وانا اعرفش ايه ده. يعني اعمل بقى اللي انا عايزه بقى ولا ايه النظام؟ مش دي دعوه كده بقى للايه، للانحلال ولا ايه يا مسلمين يا متعلمين يا بتوع المدارس؟ دي دعوة الانحلال ولا لا؟ الرب بتاعهم شال خطاياي. اعمل ايه؟ تعمل ايه بقى في الوقت ده؟ ننزل ترنيمة او ننزل الكلمات المقدسة. العب يلا المفروض ولا ايه؟ انت كمان. وخطيت انا كمان. يعني عندكم لعنة حتى يقدر على مغفرة خطاياكم. واحنا ما نعترضش. وخطيتك انت كمان. وخطيتك انت كمان. وخطيت انا كمان. يعني انا خطيت انا كمسلم كمان شالها الرب بتاعكم عندما صار على الصليب. مسلم وبوذي وهندوسي وكافر كل العالم اتلعن بسبب، بس اتلعن بسبب وشال الذنب بسبب. زي انت، زي شفت الشاب اللي راح ركب الضرب. يا جماعه دي عقيده يا جماعه، والله والله العظيم دي عقيدتهم. الناس المستغربة في التعليقات يا جماعة والله دي عقيدتهم. بس المشكلة احنا المسلمين كمسلمين للأسف الشديد ما عندناش الثقافة لعقيدة القوم. انا بعمل بثات ليه كلها اصلا؟ البثات بتاعتي عبارة عن تثقيف بعقيدتهم من لسانهم هم. اخليهم هم اللي يقولوا، هم اللي يقروا بالكلام ده. ده تثقيف للمسلم، عشان لما تيجي تحاور ويجي يقول لك عندكوا 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 عندكوا، اقل ما فيها خالص تقول له ليس ربنا بظالم ولا بافكار ولا عنده افكار مجنونه بان يقتل نفسه حتى يغفر لنا. خلاص خلاص انت قلبت الحجه عليه، انت قلبت الحجه عليه. او قول له خلاص 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 انت مؤمن بهذا الاله الذي قتل وصلب وضرب و و و و و عشان يحمل خطيه شخص تاني خاطي فيموت البريء مكان الخاطئ. هيقول لك قول له شكرا خلاص. وهذا هو اكبر دليل على بطلان هذه العقيده، اظهر دليل. الله المستعان. وبعدين قال له ادفع التذكره الكمساري، قال له معيش فلوس.
قال طيب مش هتفهم التذكرة، نط من القط. فيقوم راجل جمع زيك يقول له لا انا هدفع التذكره عن الراجل ده. خلاص يا عم ما تموتش ولا ترمي نفسك من القبر. لا ما هو بقى الرب عندكم قام رمى نفسه فعلا من القبر فعلا واتحط على الصليب ومات. ما المثال بتاع المثال هو ده رمى نفسه فعلا، رمى نفسه من القطر. أيوة. قال له بدل ما انت تموت. الرب عندهم رمى نفسه من القطر، خدت بالك انت من الحته دي؟ تاني زيك يقول له لا انا هدفع. قال له ادفع التذكرة الكمساري، قال له معيش فلوس. قال له طيب مش هتدفع التذكرة، نط من القط. فيقوم راجل جمع زيك يقول له لا انا هدفع التذكرة عن الراجل ده. خلاص يا عم ما تموتش ولا ترمي نفسك من القط. لا ما هو بقى الرب عندكم قام رمى نفسه فعلا من القطر فعلا واتحط على الصليب ومات. ما المثال بتاع المثال هو رمى نفسه فعلا، رمى نفسه من القطر. أيوة. قال له بدل ما انت تموت، انت جبتها بصوره اجمل، انت جبتها ما شاء الله عليك. لا اصبر بعد ان انت جبتها بصوره اجمل تمثيل. اضرب مثال بايه؟ انت لا بس جبتها بصوره اجمل، لان فعلا زي ما يكون الراجل دوت معاهش غير ثمن التذكره دي. شفت يا جماعه انا بكيفه الواد، انا بكيفه الواد، عمال اجيب له حاجات تكيف. اعطى له ثمن التذكره وقال له الكرسي بتاعي دوت. أيوة. اقعد عليه وانا هنط بدلك من القطر وهنزل تحت العجل وهموت انا بدال. الرب ده اللي حصل. الرب ثواني ثواني، الرب عندهم عمل ايه؟ عمل بيضرب مثال بالراجل اللي بتاع القطر اللي رمى نفسه، اللي اترمى من القطر عشان التذكره. المفروض الراجل ده راح للكمساري، فالكمساري قال له ارمي نفسك من القطر. اما المفروض ان الرب عندهم بقى قام قايل اللي هيرمي نفسه قال لا خليك انت، وقام الرب عندهم رامي نفسه من القطر واتقطع واتبهدل، صح كده؟ صح كده كلامك مظبوط. الله ينور عليك. خبر ابيض. انت يعني صرت يا هاني مبشر ثانيه يا هاني، ان المفروض الرب عندكم إيه؟ بيقول لي انا صرت ايه؟ ايه خبر ابيض. وقام الرب عندهم رامي نفسه من القطر واتقطع واتبهدل، صح كده؟ صح كده كلامك مظبوط. الله ينور عليك. خبر ابيض. انت يعني صرت يا هاني مبشر ثانيه يا هاني، يا خبر ابيض على كده الواد استكيف. بيقول لي انا صرت مبشر. استكيف يا عمي، اقسم بالله العظيم ده انا بسخر. ايه الكلام ده؟ ايه الكلام ده؟ ايه ده؟ ايه اللي بيتقال ده؟ بيقول لي ما شاء الله عليا، والله ينور عليا، وانا صرت كده مبشر. يا ابني انت انتوا مقتنعين باللي انتوا بتقولوه ده؟ الله المستعان، الله المستعان. المفروض الرب عندكم غني اصلا، فيدفع للكمساري ويفضل زي ما هو من غير ما يرمي نفسه من القطر يا هاني، يفضل قاعد زي ما هو. مش ده الاله يا هاني؟ الاله يا هاني مش قادر يدفع للكمساري ويستنى هو يفضل هو في القطر من غير ما يموت نفسه؟ ما الاله الاله ماشي بتشريع عمله من البدء، ماشي في القانون اللي عمله من البدء، قانون الذبيحه، بدون ذبيحه لا يحصل مغفره. فانا بعمل اللي مكتوب عدل الله ان يحصل الذبيحه دي. فالله مشي المشوار، مشي يعني المسيح مشي المشوار دوت عشان يعمل خلاص. الله مشي المشوار. ها ماشي ماشي. طيب صار لعنة اذا جه شخص الان يا هاني وقال عندك مثلا يعني انتم الاله صار لعنة، صح؟ صح ولا انا غلطان؟ صح. طيب اذا جه شخص مثلا حابب يسالك يقول لك يعني انتم تقولون عن الرب بتاعكم لعنة، صح؟ تمام. صار لعنة لكن احنا ما بنقولش عليه لعنة، لكنه حمل خطية العالم كله. لا حمل لعنة. مش انا اللي قلت. الكتاب اللي قال صار لعنة. صح كده. صح. مثلا بقى لعنة، انت بتقبل عادي ان واحد كده يقول لك انتم عبيد اللعنة، عبيد الملعون يعني؟ مش عبيد الملعون. هو ليه؟ طيب ما الكتاب اللي قال لعنة ديت يعني صار لعنة، يعني دفع الثمن بداله وبدال واحد. احنا كلنا يعني كلنا ك ك ك ككنا خطيين وكنا كل ايه رايك في الجاي؟ كلنا كغنم ضللنا.
والرب وضع عليه إثم جميعنا. إيه رأيك؟ تنفع؟ صح. أنا أصلاً ده كتاب يا صح جماعة. إيه ده كتاب؟ الكتاب اللي قال كده؟ ده نص كتابي أساساً. يا صح قال فين؟ صح كلامك جميل. قال فين؟ قال الكتاب فين؟ مش عارف فين في العالم. إشعياء 53 كمل. إشعياء 53 كمل. إشعياء 53 صح. الله ينور عليك ما شاء الله. أيوه كده ما شاء الله. تقول لي الكيف 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 الواد المنصر متكيف على الاخير. اقسم لكم والله العظيم الواد ده مسيحي وصعيدي بس قاعد في امريكا. اقول لك على حاجه بفضل رب العالمين، انا بديله درس ولا القس هيديهوله. يعني ده لو قاعد قدام قس مش هياخد الدرس ده منه. الواد متكيف مستكيف. الله المستعان. مش عارف فين في العالم. إشعياء 53 كمل. إشعياء 53 كمل. إشعياء 53 صح. الله ينور عليك ما شاء الله. ايوه كده ما شاء الله. تقول لي اسم الصليب عليك. لا مش عايزها دي بقى، مش عايزها. نرجع. صار لعنة يا ريت تكون، لأنه مكتوب ملعون كل من علق على خشب، لأنه اتعلق على خشبة فصار ملعونا. الكلام اللي أنا قلته ده كلامي ولا كلام الكتاب؟ كلام الكتاب مظبوط. طيب. صح كده صح. فلو جه واحد الآن وقال أنكم عبيد اللعنة، ده كلامي ولا كلام الكتاب؟ ولا كلامهم ولا كلام الكتاب؟ زي الفل، كلام جميل، كلامه صح مليون في المية. يعني أنت الآن أمام الناس كلها بتعترف ليها إن الرب عندكم أولا صار لعنة، صار ملعون. فمن قال انكم تعبدون لعنه او ملعون ما اخطاش، ما اخطاش في حقه ولا شتم. ده الكتاب اللي قال كده. ما اخطاش طبعا، ما اخطاش، لان هو حمل لعنتنا على الصليب. فكل الشكر، كل الشكر والتقدير لحد شال. شايف التنويم؟ شايف التنويم المغناطيسي؟ تخيل خليته يقول على الرب بتاعه ملعون بمنتهى البساطة بكل أريحية. لا وهو مقر بكلامي، يعني إن كلامي صح، ما فيش عليه غبار. تدعوني لعبادة ملعون، تدعوننا لعبادة ملعون، ملعون. يدعوننا لعبادة ملعون. والمسلمين مكسرين ان هم يتكلموا بالحق اللي عندهم. يا مسلمين شوفوا العقائد واحمدوا ربكم على نعمة الإسلام. يا مسلمين شايف العقائد؟ ملعون ملعون خلاص، الإله ملعون وكلامك صح والله ينور عليك. الله ينور عليك بيعترف لي ان الرب بتاعه ملعون ولعنه و و و محمد يا نصير الله ينور عليك، كلامك ما فيش عليه اي غبار. كلام جميل، كلام صح مليون في المية. كلام الكتاب مكتوب. الله ينور عليك ما شاء الله. ايوه كده ما شاء الله. تقول لي اسم الصليب عليك. لا مش عايزها دي بقى، مش عايزها. نرجع. صار لعنه يا ريت تكون، لأنه مكتوب ملعون كل من علق على خشبة، لأنه اتعلق على خشبة فصار ملعونا. الكلام اللي أنا قلته ده كلامي ولا كلام الكتاب؟ كلام الكتاب مظبوط. طيب. صح كده صح. فلو جه واحد الآن وقال أنكم عبيد اللعنة، ده كلامي ولا كلام الكتاب؟ ولا كلامهم ولا كلام الكتاب؟ زي الفل، كلام جميل، زي الفل، كلام صح مليون في المية. يعني انت الان امام الناس كلها بتعترف ليها ان الرب عندكم اولا صار لعنه، صار ملعون. فمن قال انكم تعبدون لعنه او ملعون ما اخطاش، ما اخطاش في حقه ولا شتم. ده الكتاب اللي قال كده. ما اخطاش طبعا، ما اخطاش، لان هو حمل لعنتنا على الصليب. فكل الشكر، كل الشكر والتقدير لحد شال. كل الشكر والتقدير والعبادة لحد شال ذنبي. أنا لم أكن أستحق إن أنا
غير الجحيم والهلاك الأبدي كل الشكر والدينونة والعبادة، ها ونار كل الشكر والعبادة. لا تطفأ، ودود لا يموت، وصرير الأسنان، والبكاء إلى أبد الآبدين. هناك البكاء الشكر وصرير والتقدير الأسنان إلى أبد الآبدين، رؤيا يوحنا اللاهوتي. آبدين. فكل الشكر والتقدير لمن حمل عني كل خطاياي، ونط من ومن الأرض، حمل لعنتي، ونط من الأرض، ونط من القطر ومات بدل. نعم، لا قسيسي ولا مرسي ولا حد هيقدر يعملها، ولا نعم، ولا حد يقدر يموت صح. عن حد. صح، لأن صح. لكنه إن كان عمل الموت. بس إن كان أقول لك بقى على حاجة، طب إيه؟ طب ما ممكن الإله كان ما يموتش نفسه ويغفر لك خطاياك بدون قتل، بدون قتل نفسه يعني، بأنه مثلا يا عم إيه رأيك؟ أنا كنت إيه رأيك أتمنى لو كان كده. تاب على آدم، مش تبقى حلوة إنه يتوب على آدم بدل ما يموت، بدل ما الإله يموت نفسه كان تاب على آدم مثلا؟ هو مش الخطية بتغفر؟ أنا كنت أتمنى كده، كنت طب أتمنى كده، كنت هضرب لك أتمنى كده. مثال كده صغنطط كده، قصة حلوة كده صغيرة كده. ماشي. إحنا الآن لما بنخطئ في حق الله، وبلا شك إحنا مش معصومين يعني، تمام؟ إحنا مش معصومين، فأخطأنا طبعا. في حق الله ومثلا شتمنا، فجينا بعد ما شتمنا انا او انت قلنا ايه؟ استغفر الله العظيم، اللهم اغفر لنا يا رب، اللهم اغفر لنا يا رب، حلو كده؟ فربنا غفر لنا مثلا، مش ده ذنب؟ تمام. مش ده ذنب؟ عيد مش ده الحته دي ذنب؟ تاني. الشتيمه بتاعتنا دي ذنب ولا لا؟ طبعا طب شتمتنا وغلطنا وربنا ذنب. غفر لنا الذنب ده، صح؟ تمام. وذنبنا ده في حق الله، صح؟ صح. طيب هو مش الذنب بتاعنا ده وذنبنا ده وغفرانه كده مش حاجة كويسة وجميلة وحاجة حلوة وعدل، صح؟ حلو، جميل طب جميل. لماذا لم يطبقه الرب قديما مع خطية آدم بأن استغفر فتاب له دون أن يقتل الرب ويتجسد ويصلب ويضرب و و و وأنت اتفقت معايا إن ده عدل وعين العقل، ليه ما نفذوش؟ طب ما هو نفذوا، تمام بينفذوا معانا رايت ناو وكل يوم بينفذوا معانا، ليه ما نفذوش في الاول خالص ليه؟ ولا هو غير لان هي دي هي دي تشريعات الله، تشريعات الله من العهد القديم، وتشريعات الله التي اعطاها لموسى انه يقدم الذبيحه، وتقديم الذبيحه وصل كرموز في العهد القديم كله، ووصلت لمين؟ لسيدنا ابراهيم. وسيدنا ابراهيم بيرمز عندنا، يقول ان اخذ ابنه اسحاق، وبعدين العبد بتاع سيدنا ابراهيم بيقول له رايح فين؟ هتقدم ذبيحه، مين هتقدم ذبيحه لله؟ فين الخروف؟ ايه اللي خرجت؟ خرجت انت خرجت من موضوعي خالص لابراهيم لما ذبح ابنه فنزل الكبش فذبح الكبش مكان ابنه. انت عايز ترمز بقى، انت عايز ترمز ان عندكم وعندنا، انا ما عنديش مشكله الان، بس انت عايز ترمز ان الكبش ده اصبح الرب بتاعكم، صح كده؟ صح. طب بس احنا لا نؤمن بهذا صورة. الكلام، فده المثال ده، وبعدين ده مش مفيش موضوعي، مشكلة. عارف انا موضوعي؟ طب انا، انت عارف كان سؤالي ايه؟ ليه الفكره من الاول؟ هضرب لك مثال تاني، قصه انا بحب على فكره اذكرها. هب ان جارك على طول اللي جنب بيتكم جرجس مثلا، جرجس عنده ولد اسمه بقلص، اي اسمه اي حاجه. جرجس ده عنده حته ارض، جايب عامل ومراته، عامل غفير ومراته، خلاص بيزرعوا الارض ويفلحوا والكلام ده كله. فجرجس عنده الفيلا بتاعته في وسط الارض، فجرجس عمل كوارع او عمل اكل او جاب قدام البيت بتاع الفيلا بتاعته زرع شجر التفاح، وقال جرجس قال للعامل ومراته لو اكلتم الشجره هموتكم. ودي بتحصل، حتى انت ممكن تقول لابنك لو كلت مش عارف مين هذبحك، لو خرجت بره الشارع هذبحك، لو مش عارف ايه هذبحك، صح؟ او الراجل يقول لابنه لو عملت كذا هموتك من الضرب، خلاص؟ وقال اهو هموتك من الضرب، وقال لو كلت من الشجره هموتك من الضرب. فقام العامل ومراته طلعوا على شجره التفاح، وكل واحد خد فيهم حته تفاح واكله وهو مرتاح. ده كل ودي كانت. هوب جرجس رجع البيت، ايه ده؟ انتوا كلتوا من الشجر وانا قلت لكم لو كلتوا منها هتموتوا وهموتكم. يا واد يا بولس اللي هو ابنه.
يا دي يا بقلص، وقام منادي ابن بقلص، وقام ذابح ابن بقلص وحطه في الصينيه وذبحه. ليه يا عم عملت كده؟ قال لك علشان ما عاقبش الراجل الشغال والشغاله اللي عندي، لانهم كانوا من الشجره. تقولي على جرجس بكل امانه وصراحه، الراجل ده عاقل ولا مجنون؟ القصه بتاعتك يعني، لا انا عايزك اجابه، مش عايزك تفسر القصه وتفندها. سؤالي ليك الان، تقول في جرجس ايه انه ذبح ابنه مكان العمل ومراته، عاقل ولا مجنون؟ خايف يجاوب. ها خايف يجاوب. لازم تعرف القصة كويس. بس متردد يا سؤالي ليك الآن، تقول في جرجس إيه إنه ذبح ابنه مكان العمل ومراته، عاقل ولا مجنون؟ لازم تعرف القصة كويس وتدرسها كويس. أنا سألتك على قصة، تقول صنف للراجل ده، قال للعامل ومراته. أخد، ما تهربش مني يا هاني، ما تلفش وتدور يا هاني، رد على طول من غير ما قال للعامل ومراته لو كلتوا من شجرة التفاح أنا هموتكم. كلوا، قام جايب ابنه وموته علشان يسامح العامل ومراته. شايفين الولد المنصر عامل ايه؟ مهزوز، مش عارف هيوصف يقول ايه. هيقول لك عاقل، ما هو الناس المستمعين شايفين، يقول لك مجنون، هيبقى قال على ربه مجنون. انت فاهم الفكره؟ انت، وعلى فكره والله العظيم انا مش كنت قلت للاخوه قبل كده، ودي فضله فعلا من فتوحات الرب العظيم على العبد لله. ربنا فتح عليا بالمثل ده بعينه، مثل ان راجل عنده ارض وعنده شجره، وقال للعمال للعامل ومراته ما تاكلوش من الشجره، وكلتوا من الشجره هموتكم، واقسم لكم بالله. القصه دي يا اخوه ما كانتش جايه في دماغي ابدا، الا في حوار عيل من النصارى، فاكر تقريبا كان اسمه مينا او كده، سبحان الله القصه دي جت في دماغي فحكيتها له كده، يعني كده من غير تحضير، ومن ساعتها وانا ماسك في القصه دي، فكانت من فتوحات الله عليا. فالواد نفسه الولد المنصر اللي اسمه هاني ده مش عارف يرد يقول لك ايه، لان في ناس مستمعه، فلو قال لك عاقل الناس المستمع ايه المجنون اللي بيقوله ده، ولو قال مجنون هيبقى قال على ربه مجنون. فاهمين الفكره؟ فلذلك الواد ايه ملجلج مش عارف يجاوب يقول ايه. القصه بتاعتك يعني، لا انا عايزك اجابه، مش عايزك تفسر القصه وتفندها. سؤالي ليك الآن، تقول في جرجس إيه إنه ذبح ابنه مكان العامل ومراته، عاقل ولا مجنون؟ لازم تعرف القصة كويس وتدرسها كويس. أنا سألتك على قصة، تقول صنف للراجل ده، قال للعامل ومراته. أخد، ما تهربش مني يا هاني، ما تلفش وتدور يا هاني، رد على طول من غير ما تلف. قال للعامل ومراته لو كلتوا من شجرة التفاح أنا هموتكم. كلوا، قام جايب ابنه وموته علشان يسامح العامل ومراته. تقول إيه في جرجس ده اللي موت ابنه علشان يغفر للعامل ومراته؟ تقول إيه فيه؟ لا جرجس غلطان 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 ومجنون مجنون صح؟ يا وظالم صح؟ يا وظالم يعني، يعني التعبير اللي انت عايز توصل له ان الواد خايف ان احنا نقول الله ظالم، لكن التعبير، القصه اللي انت عايز توصل لها، فاهمني؟ القصه اللي انت عايز توصل لها شويه مختلفه عن 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 فكر الله. لا لا لا، طب ايه رايك امام الناس؟ انت هتقول الفكره بتاعتكم انتوا في التجسد والصلب والفداء، وكل كلمة من اللي هتجيبها انا هطلعها لك في في قصة جرجس والعامل ومراته وابنه حلمقة ده. ايه رأيك؟ تمام زي عارف ايه؟ انت دلوقتي بص ركز، هتقول واحدة واحدة. الراجل ومراته ادم وحواء، الشجرة اللي قدام البيت الشجرة اللي نهى الرب بتاعكم ان ادم ومراته ياكلوها. جرجس هنعتبر ان ده عندكم مقام ما مقام الرب. ابنه اللي هو يسوع اللي انتوا قتلتوه او اللي قتلوا البشر عشان يقدر صاحب الارض يغفر لادم ومراته.
ازاي بتقول لي القصه مش واضحه؟ هات اي اختلاف وانا هطلعه لك انه مش اختلاف موجود. اتفضل. مع الحته ان مش بس الشجره ديت كشجر التفاح زي ما انت بتعبر عنها. هات الحته ان الله وضع لهم السر في الشجره دي. قال لهم الشجره ديت احنا الان مش مساله الشجره. ايه يعني الشجره؟ يعني الشجره اللي في الارض دي مختلفه عن اللي في الجنه في ايه؟ المعنى هي مختلفه جدا عن كل شجر الجنه. ما هو قال لهم يعني كلوا من جميع شجر الجنه لكن من هذه الشجره لا تقتربوا لانكم مثل الله تكونون. اوه ايه ده؟ فهمني؟ يا ريتك ما قلت الكلام ده يا هاني. يعني الشجره دي في الجنه لو كانوا كلوا منها كانوا هيبقوا زي الاله؟ كانوا هيبقوا زي الاله؟ كان ثلاث معانا ثلاث الهه في الكون، الاله الخالق الحق وادم وحواء. هو عطاهم ايه اللي انت بتقوله ده يا هاني؟ الفكر دوت عشان يوصلهم لان هم لو عملوا كده هيكسروا القانون بتاعه في نفس الوقت. في مشكله هيكونوا. هو قال ولا ما قالش؟ هو صادق ولا كذاب؟ هو صادق. قال لو كلتوا من الشجره هتكونوا مثل الله، يعني هيبقى عندنا ثلاث آلهة. هم طب هم كلوا من الشجره، يبقى المفروض ادم اله وحواء اله، يبقى في ثلاث آلهة. هم في المعرفه يعني صار. شفتوا يا اخوه الحته دي كارثه والله العظيم. ادي هو ده شكل المنصر لما يحاور المسلمين. ويا حبذا لو مسلمين فاهمين كتابه، كل كلمة بيزنق نفسه، كل كلمة بيخنق نفسه، كل كلمة بيحط حبل مشنقة لنفسه. أنا مخاف على فكرة النص بتاع إنهم لو أكلوا من الشجرة مثل الله يكونون، دي ما أخدتش بالي منه أبدا والله إلا لما قالها هو. الرب عندهم الآن بيقول إن في ناس مثله، آدم وحواء مثل الرب بتاعهم. تخيلوا أنتوا ادم يا جماعه الاخ اللي بيقول اعتقد الضيف شارب ايه يا حبيبي؟ ده نص كتاب، ده اصل عقيده مش بمزاجه، ده الكتاب اللي قال. الرب عندهم قال ان اكلوا من شجره معرفه الخير والشر سيكونون مثل الله عندهم. فاحنا في عندنا للاله في عندهم للاله بتاعهم الان مثل ادم وحواء مثل الرب بتاعهم باعتراف الكتاب. انا النص ده ما جاش في دماغ التفسير ده والفهم بتاع النص ده الا لما قالوا هو. ايه رايكم؟ يخنقوا نفسهم سبحان الله. طبعا مثل الله، يعني هيبقى عندنا ثلاث آلهة. هم طب هم كلوا من الشجره، يبقى المفروض ادم اله وحواء اله، يبقى في ثلاث آلهة. هم في المعرفه يعني صار يعني ايه في المعرفه صاروا آلهة يعني؟ صاروا معرفة يعني صاروا عرفوا ان هم عريانين. هم مكان ادم وحواء عايشين مش عارفين ان هم عريانين. ما دي مشكلة برضه تاني يا هاني. مشكلة انت عارف في ايه؟ في ان الاتنين اللي سألهم الرب ما كانوش مكلفين اصلا. يعني ايه مش مكلفين؟ يعني ما كانش عندهم اصلا الفكر انهم يختبروا او الاهلية ان يكلفوا. في عندنا ولد طفل صغير، لو جبنا طفل عنده 3 ايام او 4 ايام ما عندوش التكلفة. فلو قدمنا له اي حاجة ما ينفعش نعطي عليه اختيار واختبار. لو جبنا له تمرة وجبنا له جمرة هيمسك الاثنين وفاكرهم واحد، فمش هيبقى اهل الاختبار اصلا. كان عندهم كلمة الله، لان الله قال لك ما تعملش كده فانت بتعمل كده. ما هو مش مؤهل. انت قلت امام الناس انه ما كانش عارف حتى انه عريان وان العري ده حاجه وحشه، مش انت اللي قلت كده قدام الناس؟ ما كانش عارف كده. بس انت دلوقتي قلت لابنك صغير بتمشيه معلش عريان، فاهمني؟ 5 سنين 6 سنين بس قلت له يا بابا ما تلعبش عند اللعبه دي. فهو عارف ان انت خد الوصيه منه. بس راح ولعب بالبوتاجاز وفتح النار. أيوة. وحرك ايديه. ايوه يبقى يستحق القتل، يستحق اللعن، يستحق ان انت تقتل ابنك علشان خاطر قلت لابنك الاول ما تفتحش البوتاجاز، ام فتح البوتاجاز تقوم مولع في ابنك الثاني عشان تغفر لابنك الاولاني؟ ينفع؟ اضرب. 5 سنين 6 سنين بس قلت له يا بابا ما تلعبش عند اللعبه دي.
فهو عارف ان انت خد الوصية منه، بس راح ولعب بالبوتاجاز وفتح النار. أيوة. وحرك ايديه. ايوه، يبقى يستحق القتل، يستحق اللعن، يستحق ان انت تقتل ابنك علشان خاطر قلت لابنك الاول ما تفتحش البوتاجاز، ام فاتح البوتاجاز تقوم مولع في ابنك الثاني عشان تغفل لابنك الاولاني. حد فاهم المثال اللي انا ضربته حالا من شويه ده يا جماعه؟ المثال ده فعلا هو ده العقيده بتاعتهم. ازاي؟ الرب عندهم قال لادم ما تاكلش من الشجره. ادم عندهم ابن الله باعتراف الكتاب، ادم ابن الله اظن في انجيل يوحنا اظن. خلاص؟ يوحنا؟ يوحنا. الرب عندهم قال لآدم ما تاكلش من الشجرة، آدم كل من الشجرة. خد بالك الرب ما عاقبش آدم، أما اللي عمل إيه؟ أما عاقب ابنه الثاني اللي هو يسوع. أما موت ابنه الثاني اللي هو يسوع عشان يغفر لابنه الأولاني اللي هو آدم. هو في إيه؟ هو مين؟ هو مين؟ يعني الرب عندهم قال لابنه الأول ما تفتحش البوتاجاز، لو فتحت البوتاجاز هولع فيك. مثلاً فتح البوتاجاز. قام جايب ابنه الثاني اللي هو يسوع اللي هو البريء وقام مولع فيه عشان يغفر لابنه الاولاني اللي هو المذنب. مين؟ فين؟ هو ليه؟ هو ليه؟ طب ليه؟ 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 هو في ايه؟ هو في ايه؟ الله المستعان، الله المستعان، الله المستعان، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. طيب، الى هنا نكتفي من هذا الهبد، قصدي من هذا اللقاء. ان شاء الله نبقى موضوع الخطيه يا جماعه الخير، الخطيه الاصليه ده اصل من اصول المعتقد عندهم، اصل رهيب، مش اصل اي كلام، اصل رهيب، اصل اصيل. الله المستعان. في الختام لا تنسونا من صالح دعائكم، غفر الله لنا ولكم. الاخوه الاكارم اللي لسه جايين بقى حالا واللي هيشوف الفيديو على اليوتيوب، يا ريت يعملوا الفيديو مشاركه في مجموعات الفيسبوك، ويا ريت تشترك الناس اللي داخله على صفحه الفيسبوك او اللي شايفه الفيديو في الفيسبوك، يدخلوا على الصفحه ويعملوا مشاركه للفيديو في مجموعات الفيس. عايز لحظه اجيب لكم، بسم الله الرحمن الرحيم. الناس اللي شايفه الفيديو ده على اليوتيوب يا ريت يشتركوا في صفحه اليوتيوب ويفعلوا الجرس، ضروري 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 تفعيل الجرس، والا مش هيوصلكم اشعار بالفيديوهات الجديده اللي برفعها. النقطة الثانية، خش الفيديو وشاهد ما فيها. النقطة الثانية، الناس اللي داخلة الفيسبوك يا ريت يخشوا يعملوا إضافة أصدقاء للصفحة ويعملوا إعجاب بالصفحة. ولا تنسونا من صالح دعائكم، غفر الله لنا ولكم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.